وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات السيد باسل حفار. سيد باسل، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. كيف تقرأ إعلان منظمة هيومن رايتس ووتش تجاه ما يقوم به النظام السوري وروسيا من استخدام أسلحة محظورة في إدلب مؤخرا؟ هو الحقيقة طوال الفترة الماضية لم تكن أبدا المشكلة في إعلان استخدام النظام السلاح الكيميائي أو الأسلحة المحظورة وغيرها. الناشطون السوريون، مراكز الإعلامية، المؤسسات الموجودة في الداخل، كثير من المنظمات يعني المجتمع المدني، كلها رفضت النظام للأسلحة المحظورة وحاولت توثيق ذلك، وانتشرت أخبار وصور ووثيقات وغيرها من وسائل التوثيق الممكنة. المشكلة هي في اتخاذ الإجراءات التي يجب أن تترتب على استخدام النظام لهذه الأسلحة المحظورة أو للوسائل المحظورة في قمع الشعب السوري. يعني يسجل الآن على النظام رسميا في الأمم المتحدة استخدامه الكيميائي أكثر من 14 مرة، يسجل استخدامه الكلور أكثر من 30 مرة، يسجل استخدامه القنابل العنقودية ربما أكثر من 70 مرة، يسجل استخدامه لصواريخ أرض وغيرها. كل هذا الاستخدام للأسلحة المحظورة واستخدامه للقمع غير المبرر ضد الشعب السوري هو سجل أو في مناسبات سابقة وصرح به أيضا. الكثير من دول العالم استنكرت هذا الأمر، الأمم المتحدة نفسها استنكرت هذا الأمر وأثبتته على النظام السوري، لكن لا يوجد أي إجراء أي عملي تبع لوقف النظام بحده وردعه عن استخدام هذه الأسلحة. بماذا يمكن تفسير الصمت الدولي تجاه هذه المجازر؟ يعني المجتمع الدولي لا ينظر لكثير من الجدية لما يترتب على استخدام هذه الأسلحة ضد الشعب السوري، هو لا ينظر بكثير من الجدية لأرقام الضحايا التي تسقط بشكل يومي أو شبه يومي باستخدام هذه الأسلحة أو غيرها، ولا يعتبر أن ما يجري في سوريا على قدر من الأهمية أو ارتداد بحيث يتدخل المجتمع الدولي، وإنما يعني تجري أكثر المحاولات تصب في محاولة حصر ما يجري في سوريا أن يعني يبقى داخل سوريا ولا ينعكس على أي شيء خارج سوريا، على سواء الدول المحيطة الإقليمية أو على دول العالم الأخرى. وبالتالي يعني معظم الحلول المطروحة بما مواجهة ما يقوم به النظام من استخدام الأسلحة المحظورة وغيرها هي تصب حقيقة في حصر استخدام النظام لهذه الأسلحة وعدم تشكر ارتدادات لاستخدام هذه الأسلحة خارج سوريا على سواء دول أوروبا أو على الدول المحيطة. يعني ارتدادات مثلا وجات اللاجئين أو تسليم لهذه الأسلحة أو لاستخدامها أو لطرق استخدامها لمناطق أخرى وما إلى ذلك. لعلك تابعت موقف الرئيس الأمريكي ترامب من مما يحدث هناك. في الحقيقة ما كتبه في التغريدة الخاصة بحسابه في تويتر أمر يعكس غرابة هذا الموقف الأمريكي المتمثل برأس الإدارة الأمريكية ترامب. كيف تابعت أو بماذا تعلق على موقف الرئيس الأمريكي من هذه المجازر؟ نعم، تقصد التغريدة التي كتبها يعني البارحة وقال فيها أنه يجب أن يتوقفوا وما الفائدة من استخدام هذه الأسلحة ولماذا روسيا وإيران تدعم هذا النظام وما إلى ذلك. الحقيقة هذا الموقف عندما تقرأ هذه التغريدة لا تشعر أنك أمام تغريدة صادرة من رئيس دولة تصف نفسها بالعظمى، دولة قوية، دولة تصنف على أنها الدولة ربما الأقوى في العالم، الأكثر تسلحا في العالم، التي تحاول تدخل في كل شيء صغير وكبير، بل كأنها يعني تغريدة صادرة من ناشطين المجتمع المدني في إحدى دول أوروبا وما شابه. هو يعني هي تغريدة أقرب للمناشدة، محاولة تسجيل موقف، لكنها أبعد ما تكون عن اتخاذ أي إجراء فيما يبدو، وأبعد ما تكون عن اتخاذ أي يعني موقف رائع. هي أقرب يعني وكأنها تغريدة ناشط يحاول أن يتضامن مع مظلمة ما في مكان ما، يعني جاءت بهذا السياق أو بهذا التعبير. طبعا لم يكن هذا الأمر يعني مرجوا ولا متوقعا من الإدارة الأمريكية ولا من غيرها. كان الأصل أنه الدول العظمى والمجتمع الدولي أن ينادي أو يتخذ يعني إجراءات أو يقوم بتصرفات تردع النظام عن هذا الأمر أكثر من مجرد تغريدة تضامنية. يعني بعض الناشطين وبعض الجهات الدولية البسيطة أو بعض الجهات المجتمع المدني البسيطة يعني يمكنها أن تعبر بشكل أكثر جدية بخصوص هذه المسألة. نعم سيد باسل، العديد من المنظمات الدولية وثقت استهداف النظام وحلفائه للقطاع الصحي في المحافظة، وفي هذا تعدي صارخ على المواثيق والقوانين الدولية بعدم استهداف هذه القطاعات. بماذا تفسر ذلك؟ هل يريد النظام أن يرسخ واقعا جديدا في صراعه مع الثورة بحيث يستهدف هذه الأماكن المحرم استهدافها دوليا؟
يعني هي المؤسسات المعنية أو المؤسسات التي تقوم بعملية الرصد لمناطق القصف ترصد شهريا أسبوعيا وشهريا ما يعرف بمؤسسات البنى التحتية، وهي عادة المؤسسات الصحية ومؤسسات التعليمية والمنظمات المجتمع المدني الموجودة في المنطقة والأفران ومؤسسات المخازن الغذاء وغيرها. الشهر 4 كان هناك قصف لحوالي 48 نقطة طبية، شهر 5 الآن تقريبا هناك قصف لحوالي 25 أو 30 نقطة طبية، ليس لأن القصف في اتجاه المناطق الطبية أصبح أقل، ولكن لأن عدد النقاط الطبية المتبقية أصبح قليل. أيضا لكن الأمر الحقيقة يتعدى فقط المسائل الطبية إلى مختلف قطاعات البنى التحتية، يعني هو قصف أيضا كل الأفران تقريبا أو معظم الأفران، قصف تقريبا كل المؤسسات التعليمية، حوالي 52 مؤسسة تعليمية تعرضت للقصف خلال الشهر الماضي وهلما جرا. المثير في الأمر أنه إحداثيات هذه النقاط أو هذه المؤسسات هو يستلمها من الأمم المتحدة، الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني تسلم مواقع أو إحداثيات هذه المؤسسات على اعتبار أنها مؤسسات مدنية وأنها مؤسسات بنى تحتية، على افتراض أنه من المفترض أنه لو تم إبلاغ النظام بإحداثيات هذه المؤسسات أن يتجنب الاقتراب منها أو يتجنب قصفها، لكن الذي يحدث هو العكس تماما، يعني النظام يستلم هذه الإحداثيات ويضعها على قائمة الأهداف الخاصة به ثم يبدأ بقصف هذه المؤسسات سواء كان النظام أو الطيران الروسي. والأمر هذا مستمر منذ حوالي يعني ما يزيد عن 8 أشهر بهذه الطريقة، كلما قامت الأمم المتحدة بتسليم مجموعة من الإحداثيات جديدة للنظام وللروس يقوم الروس والنظام بقصف هذه المؤسسة. نعم. طيب فيما يتعلق ب هناك من يقول أن ما يحدث في إدلب يمكن أن يجعلها حلب جديدة، هل أنت مع هذه الوجهة؟ يعني إلى الآن لا تبدو الأمور تسير بهذا الاتجاه، لكن بالتأكيد هو يعني يبدو أن النظام والروس يحاولون الذهاب بهذا الاتجاه ويحاولون تكرار نفس السيناريو بشكل أو بآخر. لكن لا ننسى أنه في مسألة الشمال السوري هناك عامل مختلف عما كان عليه الوضع في حلب أو في بعض مناطق دمشق وريف دمشق أو حتى في حمص، أنه في وجود عامل تركي وفي قوة عسكرية تركية وفي نقاط عسكرية. إلى أي حد يمكن أن هذا الأمر أن يشكل يعني عاملا رادعا أو أن يحيد بهذا بمصير إدلب عن مصير حلب، هذا أمر ربما ستكشفه الأيام المقبلة، لكن على الأقل من حيث المعطيات الملموسة الآن هناك التصريحات التركية التي تؤكد على أن الأتراك باقون وأنهم لن يسمحوا بتكرار سيناريو حلب في الشمال السوري، ونأمل أن يكون هذا الأمر أن يأخذ يعني أن فعلا أن يكون هو هذا ما سيحصل وليس أن تتكرر مأساة حلب وأن يقوم الروس والنظام باجتياح المنطقة وتشريد الملايين. أشكرك سيد باسل حفار، كنت معنا من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات.